استاذ محمد، اولا مساء الخير، تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا استاذ احمد، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهديك. انا وسهلا. نقاط في نقاط اسباب ما وصلنا ليه النهارده، وهل اقتنعت بما ذكره المهندس هاني ابو ريده النهارده في المؤتمر الصحفي؟ لا طبعا، يعني احنا عندنا كلام كتير جدا، وهو الراجل القى بمبررات كتيره جدا لكل الاحداث اللي حصلت، لكنها في النهايه انا شخصيا كنقد متابع وكصحفي او كاعلامي او كمواطن مصري لست مقتنعا بهذا الكلام. احنا يعني تعرضنا لطعنه كبيره جدا بسبب هذا الفشل الكلوي، هذا الاداء اللي منتخبنا اصاب الشعب المصري بحاله من الاحباط، بحاله من الاختناق، بحاله من القرف الكروي بعد ما شاهدنا واختخبنا ياتي في ذيل القائمه. انت متخيل بعد ما ينتهي كاس العالم هياتي ترتيب المنتخبات؟ يعني منتخب مصر كل 32 او 31 من ضمن 32 منتخب موجودين نظرا للاداء السيء، لان خسرنا الثلاث مباريات لم نسجل سوى هدفين منهم هدف من ركله جزاء، فكل الاداء بتاعنا سيء، حاله من الاحباط الشديد بتسيطر على الشعب المصري. المنتخب لم يكن عنده طموحاتنا، لم يكن عنده مستوانا، كان املنا كبير جدا انه يحقق اداء مميز، كان املنا انه يؤدي بشكل قوي جدا، في فرق كبيره خرجت عادي جدا، لكن ما حدث في روسيا طبعا امر يعني اعتبروه المصريين كل امر مهم بالنسبه لهم الحقيقه. تحليل حضرتك انه الاتحاد رفض يستقيل، ايه الاسباب؟ ايه اللي عند حضرتك معلومات؟ هذا الاتحاد متمسك بكراسيه لاقصى درجه ممكنه. وسبق وان صدر حكم قضائي ضد هذا الاتحاد، واستعانوا بالفيفا واستقوا بالفيفا على مصر، ورفض اتحاد الكوره، وكان الاتحاد الوحيد الذي لم يجري انتخابات بعد الدوره الالعاب الاولمبيه الاخيره. فهو متمسك بالكراسي، رغم ان النهارده المهندس هاني ابو ريده بيعلن ان احنا مش متمسكين بكراسي، لا انتم متمسكين بكراسيكم وقاعدين على كراسيكم ماسكين فيها بايديكم واسنانكم رغم كل حالات الفشل اللي حصلت. انت بتعتبر اللي حصل صعودنا لكاس العالم انجاز، ماشي انجاز، بس انا كشعب او اي حد في الدنيا لما بيوصل لمرحله طموحه بيزيد، طموحه بيعلى. مظبوط. انت ما عليتش مع طموحي، انت وقفت طموحي. يعني اي حد حتى لما يعني على المثل البسيط جدا، لما حد يروح في وظيفه معينه بيبدا يبقى بسيط جدا، بس بعد سنه واثنين وثلاثه و10 ليه طموح ان يبقى مدير ويبقى وزير ويبقى هكذا. يعني اي بني ادم دايما ليه طموح وله امال، واذا توقف الطموح توقفت الدنيا. انا مش مجرد ان انا اروح اخد على قفايا من اللي يسوى من اللي ما يسواش وارجع، المفروض يكون عنده طموح وعنده حياته، وكان لابد ان يتم التجهيز لهذا المنتخب. الاعداد اتاخر كثيرا، شفنا في الاعداد مستوى المنتخب كان سيء جدا في الخمس ماتشات اللي لعبهم، وشفنا ان الطريقه اللي اتهزمنا بيها في الماتشات الوديه هي نفس الطريقه وبنفس الشكل وبنفس التوقيت خسرنا بيه في مباريات كاس العالم، ولم يتحرك ساكنا، ولم يتحرك اتحاد الكره لكوبر، ولم يناقشه في اي شيء، وظل الامر ثابت، وكانت هناك اشاده بكوبر. يعني طبعا كل الشكر لمستر كوبر، الراجل اللي عمل وكافح واجتهد في حدود امكانياته، لكن احنا عندنا طموحات اكبر من كده. يعني احنا لما لعبنا في 90 كابتن جوهري رحنا وطلعنا من الدور الاول، بس طلعنا بشكل شيك وبشكل محترم، وقدرنا نعمل ماتش عظيم قدام هولندا ما زلنا بنتفاخر بيه لغايه دلوقتي. ولعبنا مع ايرلندا رغم ان الفريق الدفاع، لكن لعبنا قدام انجلترا، لعبنا وشاركنا وكان لنا وجود وكان لنا حضور. انا مش رايح علشان اخسر بشكل مهم الناس كلها، علشان اظهر بهذا الشكل المغزي اللي ترجمته مباراه السعوديه بشكل كلنا قاعدين يعني كنا في حاله من الخزي لهذا المنتخب. المنتخبات دلوقتي اصبحت بتمثل نوع من الفخر للشعوب، احنا بنشوف الشعوب يعني شايفين الالمان النهارده قاعدين دموعهم بتنزل. لان منتخب الالماني بطل العالم بيخسر في مباراه المفترض ان يكسبها، لم يكن احد اليوم يتوقع ان منتخب كوريا، تعالى حط منتخب كوريا قصادك، منتخب كوريا خسر الماتشين الاوليين لكن لعب وكافح وجي في الماتش النهارده. قبل الماتش لو سالت اي حد في العالم يقول لك المانيا هتفرم كوريا النهارده، تنزل كوريا وتلعب وتقاتل وتلعب برجوله ولا تخف، وتنهي معظم الوقت بتعادل لدرجه كبيره جدا حتى تسجل هدف في اخر مباراه وتضيف الهدف الثاني وتتفوق، وتخرج المانيا بتعيط كلها حاسين ان هم انكسروا، حاسين انكسروا. ايه اللي هيحصل في المانيا؟ هيروحوا يقعدوا ويشوفوا اسباب الخساره ايه ويحللوا، مع ان المانيا دي عندها نظام كروي ثابت عتيقه الاعظم في العالم ما يخرش الميه، لكن احنا هنقعد نبكي. واللي بيحصل دلوقتي يا استاذ احمد هيحصل في 22 وهيحصل في 26 وهيحصل لغايه 20 30. ليه؟ لان احنا نفتقد لمنظومه كرويه ثابته واضحه ومعروفه في كره القدم. نحن نعتمد على الصدفه في كره القدم. انت حضرتك بتتكلم على محمد صلاح، محمد صلاح نجم عظيم له التقدير وله الاحترام، لكن كيف ظهر محمد صلاح وكيف ظهر على الساحه وكيف وصل للعالميه؟ بجهده لوحده، صح، بالصدفه البحته، صح، محدش ساعده. محمد صلاح كان هو محمد هو صلاح اللي اشتغل على نفسه. محمد صلاح كان رايح نادي الزمالك اترفض، ده دليل ان احنا ما بنعرفش نقيم، ما بنعرفش نشوف، ما بنعرفش نعمل اي حاجه. وفي واحنا ما عندناش 20 محمد صلاح، ما عندناش 100 محمد صلاح. انا اتخيل صلاح. بس هاتهم بقى من غير واسطه،
بالظبط. انا بتخيل يا كابتن ان مصر فيها ميسي وفيها رونالدو وفيها محمد صلاح وفيها محمود الخطيب وفيها محمد البديل، فيها عشرات من المواهب اللي موجوده، لكن هذه المواهب لا تصل الى الانديه لا يصل لها الا اللي موجودين فيها واللي موجودين في القاعده. دلوقتي دخلنا موسم الاختبارات بيروحوا يختبروا بال 5000 في اليوم، مفيش حد في الدنيا بيعمل كده. انت عايز تجيب مواهب يا كابتن، نروح للمدارس، روح للمدارس مصر كلها، شوف ملاعبها اللي انت بوظتها وضيعتها راحت فين، عايزين ده كله يرجع تاني واشوف الناس واعمل دوري.